أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة جدة تعديات على أرض حكومية عند كيلو 16 بطريق مكة القديم، وشملت تلك التعديات محطة وقود بمساحة 1100 متر مربع و16 محلا تجاريا. وشارك في عملية الإزالة الشرطة والدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء. وكانت الجهات المعنية قد رصدت تلك التعديات خلال شهر رمضان الماضي، وأسفر عن ذلك الاعتداء على مراقبي البلدية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية والإطاحة بالمعتدين من قبل الجهات الأمنية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي بأمانة منطقة جدة الأستاذ محمد البقومي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك، حياك الله معنا في هذه النشرة. بداية، يعني إزالة التعديات والذي تم وما سبقه أيضا وما قد يكون مستقبلا، هل هو رسالة اليوم واضحة أننا يعني أصبحنا أمام تفعيل صارم لموضوع معايير عالية من المحاسبة والمساءلة؟ بالتأكيد طبعا، أمانة محافظة جدة تعمل دائما على مكافحة التعديات على الأراضي الحكومية والحد من نشأة العشوائيات من خلال تنفيذ حملات ميدانية تشمل 19 بلدية فرعية، وخصوصا في بلديات الطرفية التي تكثر فيها مثل هذه الحالات. خلال الفترة الماضية قامت الأمانة ومنذ بداية الجائحة برصد وإزالة مجموعة من التعديات على الأراضي الحكومية في مختلف أحياء المدينة، وبحمد الله تم استعادة أكثر من 600,000 متر مربع خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، والأعمال إن شاء الله مستمرة للحد من هذه التعديات واستعادة الأراضي الحكومية. نعم أستاذ محمد، يعني رصدت هذه التعديات أيضا خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وأسفر ذلك يعني عن الاعتداء على مراقبي البلدية. السؤال هنا، ما الذي ينتظر كل من يحاول الاعتداء مستقبلا على أي موظف يقوم بمهام عملي، وأيضا أكثر من ذلك من تسول له نفسه بالتعدي على أي أرض حكومية؟ صحيح، حصل اعتداء على مراقبين بلدية الجنوب الفرعية، والحمد لله كان في تدخل من الشرطة وتم السيطرة على المعتدين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، والحمد لله الزملاء الآن بخير. وهذه رسالة للجميع أن كل من يعتدي على أراضي حكومية سيلقى العقاب وفق الأنظمة والإجراءات النظامية. نعم، إذن المتحدث الرسمي بأمانة جدة الأستاذ محمد البقومي، شكرا جزيلا لك.